المجلس الثقافي البريطاني هو شريك رئيسي في المشروع مع جامعة باث من إنجلترا وجامعة القاهرة، والحقيقة هدف المشروع إن احنا نجمع مع بعض الباحثين وصانعي القرار وممثلين من المجتمع المدني، وده الدور الرئيسي للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، هو إن يعمل شراكات بين مؤسسات مجتمع مدني وبين جامعات وبين مؤسسات حكومية وغير حكومية وباحثين طبعا للتشارك، وتكون الجهات دي بتمثل مصر وتمثل إنجلترا، وده الحقيقة اللي احنا شفناه النهاردة.